المرأة الآن ودورها الكبير في الموازنة بين تخلق توازن بين المسؤولية في البيت أيضا مسؤولية العمل، وأنت يعني سيدة وطبيبة يعني طبيبة أسرة، من المؤكد لك أعمالك يعني ولك كمان دورك الكبير المجتمعي غير دور البيت. التوازن بين عند المرأة يعني بين بيتها ومجتمعها وعملها وهي كإدارية ناجحة ومعلمة وجميع يمكن الوظائف، كلمينا عن الأخطبوط دي. الله يسلمك. طبعا نحن شوية بعيدين من السودان، يعني أنا شغالة هنا في مكة المكرمة، لكن تقريبا يعني نحن كأننا عايشين في السودان، عرفتي، في كل القضايا اللي بتكون في السودان نحن معاها، لو كانت في البيت الكبير ولا كانت في الشارع ولا كده، فتلقينا يعني مقسمين ما بين شغلنا هنا في السعودية وحياتنا في السودان، عرفتي، فحتى بتلقي لسه احنا مرتبطين باهلنا في السودان في اتصالاتهم، لو محتاج لاستشاره، لو في حد يعني بيطلب حاجه معينه عشان يسال عنها عن مرض معين، بالاضافه لمسؤولياتنا داخل المملكه هنا، يعني عرفتي، نعم فالمسؤوليه كبيره جدا، لانك انت بتكوني في نفس الوقت طبيبه وبتكوني في نفس الوقت ربة اسره وفي نفس الوقت ام، فالحمد لله.